أشواطنا إذن تتوالى مشاهدينا متابعينا الكرام، والترحيب بكل الحضور الكريم المتابع لانطلاقات هذا اليوم المخصص لسن الإذاع وآخر الأسابيع بالنسبة لانطلاقات الصغار في هذه الاندفاع هنا في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. نبدأ بأول أشواطنا الخاصة بالإنتاج والمنتجين واندفاع هذه اللحظات المتميزة هنا في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. نتابع المقدمة ونذهب إلى أول التحديات من خلال هذه الأسماء وهي الوارية عبد الله حمد بن عبد الله بن خزام العامري ينطلق مع المركز الأول، بينما المركز الثاني غازي على المركز الثاني سعيد بن عبد الله بن عيد الاجتبي، بينما المركز الثالث إلى وجود ضبي في المركز الثالث مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أعود إلى المركز الرابع وأتابع الأسماء، مسعد بن سويد بن قران المنصوري، بينما على المركز الخامس انطلاقنا إلى مشكور عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، وهناك التدخل على المركز السادس من وجود ندى سلطان بن خميس بن صوب الاجتبي إلى المركز السابع في هذا التحدي، وزرقاء اليمامة حمد بن محمد بن مصلح الإحبابي إلى المركز الثامن. هنا أيضا في هذه اللحظات نعايم راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع نتابع القادمة في هذه اللحظات وهي اليافل محمد بن راشد بن محمد النعيمي، وفي المركز العاشر مباشرة إلى سمحة سليم بن عبد الله الورع العفاري. هذه المراكز الأولى وأول نداءاتنا في هذه الانطلاقة هنا من خلال هذه المسافة، مسافة 6 كيلو مترات في هذا الجو المميز، الجو الرياضي المفعم بالحيوية والنشاط من خلال هذه الانطلاقة ما شاء الله. نذهب إلى المقدمة ونعود إلى من قادت الصدارة من خلال هذه اللحظات في هذا الأداء المميز وهذه الاندفاعة التي لا تزال الوارية في قيادتها حمد بن عبد الله بن خزام العامري في المركز الأول، بينما تقدمت إلى المركز الثاني الضبي في المركز الثاني مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وهنا على المركز الثالث يا السلام دخول هامة مسيعد بن سويد بن قران المنصوري، والشاعر تدخل شاعر الحواس الستة هنا في هذه الانطلاقات وقدم نعايم راشد بن سعيد بن مصلح الإحبابي. يا سلام يا سلام من حضر أيضا لهذه الانطلاقة وهذه التحديات وهذا الانتاج إلى المركز الخامس، واندفاعنا إلى سمح في خامس المراكز في هذه التحديات، ولكن نتابع وجود مشكورة عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد على المركز الخامس، والمركز السادس ندى سلطان بن خميس بن صوب الاجتبي في هذه المشاركة الفعالة، تدخل قادم من خلال هذه الأسماء. وفي المركز السابع نذهب مباشرة إلى وجود الاندفاعة وهي زرقاء اليمامة حمد بن محمد بن مصلح الإحبابي. ما شاء الله التنافس على المقدمة وكوكبة ثمانية على مقدمة الشوط من خلال هذه الأسماء، ننتظر القادمين. يا سلام يا سلام إلى القادمين وهي اليافل محمد بن راشد بن محمد النعيمي في المركز التاسع وفي عاشر المراكز من خلال هذه الأسماء المتميزة في الانطلاقات والتحديات، هي سمحة سليم بن عبد الله الورع العفاري. أسماؤنا هنا من خلال هذه الانطلاقات والتحديات ما شاء الله في هذا الأداء المميز الذي نتابع به انطلاقة هذا الشوط وأول أشواط الإنتاج التي تعلن تواجد هذه النوعيات المتميزة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تغيير المقدمة، الندى توقع أنها تحركت إلى الصدارة سلطان بن خميس بالصوب الاجتبي اللي قدم هذه الاندفاعة، هناك زرقاء اليمامة على المركز الثاني حمد محمد بن مصلح الإحبابي، وفي المركز الثالث المنافسة بقوة هي هامة مسيعد بن سويد بن قران
المنصوري إلى المركز الرابع تباشر في هذه اللحظات انطلاقها وتقدمها من خلال هذه الأسماء. هناك الدخول أيضا من ضبي مساري بسالم بالعرضي الحميري، ما شاء الله وتبارك الله في هذه الأسماء المتميزة التي تعلن هنا الانطلاق والتحدي، وآخر نتحدى من خلال آخر 2 كيلومتر في هذه اللحظة إلى مسار هذا الشوط ما شاء الله من 6 كيلومترات. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى هذه التحديات والمركز الأول، تغيير المقدمة هنا، وجود سمح سليم بن عبد الله الورع العفاري على المركز الأول والصدارة والدفاع هذه اللحظات. هناك الضبي على المركز الثاني، خبير المضمرين مساري بن سالم العرطي الحميري الذي يطلق أيضا الضبي في هذا الشوط المتميز. هنا انطلاقة قادمة من وجود هامة مسيعد مسويد من قران المنصوري، وعلى المركز الرابع أيضا تقدمت اليافل محمد بن راشد بن محمد النعيمي في هذا الأداء المميز مع أول الأسماء. المركز الخامس لا تزال على خامس المراكز ندى سلطان مخميس بالصوب الاشتبي في هذا التحدي وهذا المسار، ما شاء الله تغييرات في الانطلاق والتحدي والمسارات هذه اللحظات، ولكن نتابع المقدمة. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الاندفاع، عودة إلى التحدي، ما شاء الله سمحه وهي سمحه سليم بن عبد الله الورع العفاري الذي تعلن هذا الانطلاق وتسير إلى المنطقة والتحدي، وأيضا هذه اللحظات إلى الفوعة، ناوية إلى الفوعة، انطلاق مباشر من هذا الميدان تحفة الميادين، ما شاء الله وتبارك الله. إذا نعود إلى المقدمة، نعود إلى هذه اللحظات إلى انطلاقة هذا الشوط، وهنا أيضا في المقدمة من تقود الصدارة سمح سليم بن عبد الله الورع العفاري التي تقود المركز الأول، المركز الثاني وجود ضبي، الضبي مساري بسالم بالعرطي الحميري، نعايم وصلت نعايم في هذا الأداء، راجل سعيد بن مصرح الإحبابي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع لا تزال اليافل محمد بن راشد بن محمد النعيمي، الأسماء متواصلة والانطلاقات والصدارة، تحركت الضبي، تحركت أيضا في المقدمة سمح على المركز الأول سليم بن عبد الله بالورع، ولكن طارت هنا مع نداء الشاعر، تحركت نعايم إلى المركز الأول، نعايم بدلت الأمور، راشد مسعيد بن مصرح الإحبابي إلى الصدارة، إلى انطلاقة هذا الشوط، انطلاقة هذا التحدي إلى زعبيل، غيرت الخطة، مشكور يا الشاعر، الإنتاج ما شاء الله مميز، الأداء المميز في هذه اللحظات، تهانينا والناموس أولا إلى سعيد بن مصرح الإحبابي، وأيضا راشد بسعيد بن مصرح الإحبابي على هذا الفوز. المركز الثاني اليافل محمد بن راشد محمد النعيمي، والمركز الثالث كانت الضبي مسري بن سالم بن عطيه الحميري، المركز الرابع ذهبنا إلى سمح سليم بن عبد الله الورع العفاري، وفي المركز الخامس هي هامة مسيعد بن سويد بن قران المنصوري. تسع ثواني جزء واحد من الثانية هي أيضا الانطلاقة القادمة في هذه اللحظات، وفوز نعايم بهذا الشوط، تهانينا والناموس للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي، وانطلاقة ما شاء الله تحمل هذا التحدي. المركز الثاني هي اليافل محمد بن علي بن راشد بن محمد النعيمي، إذا من خلال هذه الانطلاقة تهانينا والناموس.